هنا في نهاية رو رقم 3 حقص الخيط. بهذا الشكل وحجيب لوني الجديد اللي هو هذا اللون. وراح اشتغل في الغرز الخلفية هذه اللي هي أنا لو تنيت البتلة راح تبان، شايفينها هذه راح اشتغل فيها. هجيب خيطي اللون الجديد وراح اشبكه في الغرز الخلفية بمنزلقة بهذا الشكل. راح ارتفع 3 سلاسل، راح اعقد الخيط الجديد في الخيط اللي قبله بهذا الشكل. هاي الثاني ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هرجع في نفس الغرزة اللي ارتفعت منها ححط غرزة عمود بلفة. هذا الدور رو تزايد، في اللي بعدها ححط غرزة عمود واحدة، في اللي بعدها غرزتين، في اللي بعدها واحدة، في اللي بعدها 2، في اللي بعدها واحدة، اللي بعدها غرزتين عمود بلفة، في اللي بعدها غرزة عمود واحدة، اللي بعدها غرزتين عمود بلفة، اللي بعدها غرزة عمود واحد عمود بلفة واحدة، عفوا إذا قلت عمود بس أنا قصدي عمود بلفة، في اللي بعدها غرزتين عمود بلفة، في اللي بعدها غرزة واحدة، في اللي بعدها غرزتين، في اللي بعدها غرزة واحدة، في اللي بعدها غرزتين، وفي اللي بعدها واحدة. اللي بعدها 2، اذا هذا الدور في اول غرزة حتكون الزيادة، في ثاني غرزة غرزة عادية، غرزتين حشو في اول واحدة، غرزة حشو واحدة، غرزتين عمود بلفة في أول واحدة، وغرزة عمود بلفة في ثاني واحدة، وحكمل لين نهاية الدور. حيكون عندي في نهاية هذا الدور 45 غرزة عمود بلفة.
بقي لي كم غرزة وانتهي من هذا الدور. غرزة عمود بلفة، غرزتين عمود بلفة، غرزة عمود غرزتين عمود. في آخر واحدة حتكون غرزة عمود، لأني أنا أصلا بدأت بغرزتين عمود بلفة. مرة ثانية إذا قلت عمود فأنا قصدي عمود بلفة، حشبكها في أول سلسلة من الثلاث سلاسل اللي أنا سويتها. وهذا هو شكل الدائرة اللي عندي، بس حشيل هذا لأنه تقريبا نفس اللون. حكمل بنفس هذا اللون، وحنعمل في هذا الدور البتلات. حنشتغل في الغرزة الأمامية زي ما اشتغلنا في الرو اللي قبل، رو رقم 3 هيكون نفس رو رقم 5. هشتغل في الغرزة الأمامية فقط، هرتفع بسلسلة في نفس المحل اللي ارتفعت فيه. هشتغل في الغرزة الأمامية فقط وححط غرزة حشو. في اللي بعدها هحط غرزة عمود في الأمامية كمان. في اللي بعدها هحط 5 غرز عمود بلفة. ثلاثة، أربعة، خمسة. في اللي بعدها في الأمامية غرزة عمود، في اللي بعدها غرزة حشو، في اللي بعدها غرزة حشو، في اللي بعدها غرزة عمود، في اللي بعدها 5 غرز عمود بلفة. عيدها، في اللي بعدها 5 غرز عمود بلفة. في اللي بعدها غرزة عمود، في اللي بعدها غرزة حشو، في اللي بعدها حشو، في اللي بعدها عمود، في اللي بعدها عمود بلفة 5. في اللي بعدها عمود، في اللي بعدها غرزة حشو، اللي بعدها حشو، طبعا كلها في الأمامية فقط. في اللي بعدها في الأمامية غرزة عمود، اللي بعدها 5 غرز عمود بلفة. في اللي بعدها غرزة عمود، في اللي بعدها غرزة حشو، اللي بعدها حشو. يكون عندي في نهاية، معلش بس تعقد الخيط، في نهاية هذا الدور حيكون عندي 9 بتلات. في اللي بعدها غرزة عمود، 5 في اللي بعدها غرزة عمود بلفة،
اللي بعدها غرزة عمود، اللي بعدها حشو، اللي بعدها كمان حشو، اللي بعدها عمود، اللي بعدها خمسة عمود بلفة. اللي بعدها عمود، اللي بعدها حشو، اللي بعدها كمان حشو، اللي بعدها عمود، اللي بعدها خمسة عمود بلفة، ثلاثة، أربعة، خمسة، اللي بعدها عمود، اللي بعدها حشو، اللي بعدها حشو، اللي بعدها عمود، اللي بعدها عمود بلفة، خمسة غرز عمود بلفة، اللي بعدها عمود، اللي بعدها حشو، اللي بعدها حشو، اللي بعدها عمود، اللي بعدها خمسة عمود بلفة، هذه آخر بتلة. ثلاثة، أربعة، خمسة، اللي بعدها عمود، اللي بعدها حشو، هقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو أنا سويتها. كده أنا انتهيت من هذا الدور. في النهاية عندي 9 بتلات. المقطع الجاي رح نسوي آخر دورين وارجع لكم. هغير خيطي في هذه المرحلة كمان، هقصه كده. أنا انتهيت من هذا الرو، هجيب آخر لون عندي. هشتغل زي ما قلت لكم قبل في الغرزة الخلفية اللي أنا تركتها في الرو اللي قبله، نفس الطريقة. هشبكها عشان اللون بس غامق. نصيحة للمبتدئات، يبعدوا عن الألوان الغامقة. هرتفع بسنسنة، هاقد خيطي، هرتفع بثلاث سلاسل في
هذا الدور رح اشتغل غرزة عمود بلفة في كل غرزة. في النهاية حيكون عندي 45 غرزة عمود. بهذا الشكل غرزة عمود بلفف كل غرزة من غير أي زيادة أو نقصان. في النهاية حيكون عندي 45 غرزة عمود بلفة. جربت انتهي. حيكون اريح لكم انكم تخفوا الخيوط بعد كل دور بس لا تصير كده زي حكايتي. أنا هنا في النهاية حشبك في أول سلسلة من الثلاثة اللي أنا سويتها بمنزلقة. كده أنا خلصت الرو رقم 6. الرو رقم 7 اللي بعده هذا حيكون آخر دور، برضو حيكون رو بتلات، حيكون بنفس اللون. وفي النهاية الرو رقم 7 حيكون عندي 9 بتلات. وحشتغل في الغرزة الأمامية كمان، حرتفع بسلسلة حشتغل في الغرزة الأمامية من محل ما ارتفعت غرزة حشو، في اللي بعدها في الغرزة الأمامية غرزة عمود، في اللي بعدها غرزة 5 غرز عمود بلفة،
في اللي بعدها غرزة عمود، في اللي بعدها حشو، في اللي بعدها كمان حشو، في اللي بعدها عمود، في اللي بعدها 5 عمود بلفة، اللي بعدها عمود، في اللي بعدها حشو. أنا في هذا الرو كله بشتغل في الغرزة الأمامية، في اللي بعدها كمان حشو، في اللي بعدها عمود، في اللي بعدها 5 عمود بلفة، في اللي بعدها عمود، في اللي بعدها حشو، اللي بعدها كمان حشو، في اللي بعدها عمود، في اللي بعدها 5 عمود بلفة، في اللي بعدها عمود، اللي بعدها حشو، اللي بعدها حشو، بعدها عمود، بعدها 5 عمود بلفة،